عبد الله. حياك الله، تفضل بسؤالك. تحياتي لك وإلى ضيفك الكريم. بارك الله فيك. السؤال مباشرة في الموضوع. أخي أبو أصيل، حبيت بس يعني حبيت أشكر أخينا محمد اللي اتصل من الأحواز على هذه المعلومة، وأشكر ضيفك الكريم على هذه المعلومات الطيبة. تمنيت يعني كل أخواننا العرب اللي متواجدين على المحيط العربي تصير عندهم معلومة مثل ضيفنا الكريم. وبالنسبة أبو أصيل، أنت تعرف ممكن معاناة اللي قاعد يجروها الشباب اللي موجودين كانوا بالمخيم الوليد. نعم. وحولونا تدري بالمناطق يعني اللي موجودة هنا بالعراق بجميع المحافظات، يعني نذلينا لو باقين هناك بالأحواج نذلولين هناك بأرضنا أحسن. يعني يا أخي العزيز، يا أخي المحترم، يعني ماكو واحد شريف من أخواننا العرب يعني يساعد هاي الشباب اللي متواجدين؟ أقعد نذل يا أخي، والله بأصيل نذلينا، والله العظيم نذلينا يا أخي، والله العظيم نذلينا كلنا يا أخي. وين ما أروح يعني ماكو دولة تحترم هاي الناس اللي موجودة متطشرة بجميع البلدان. يا أخي ليش العرب ما تعتبرنا؟ ليش ما تعتبرنا؟ ليش؟ الله المستعان. يا أخي والله تدبرنا، والله العظيم. أبو كرم، أنت كنت في مخيم الوليد؟ أبو كرم، هذا يعني كلام